السلام عليكم، كيفكم يا رابع؟ رح نبلش بوحدة جديدة، وحدة الضرب. قبل ما نبلش بالوحدة رح أستعد لدراسة الوحدة. مراجعة سريعة على معلومات عامة. أقرب إلى المنزل المعطى في كل مما يأتي. عندي أول إشي العدد 803 إلى أقرب عشرة. حكينا بنحدد منزلة العشرات، آحاد عشرات. الصفر تروح تطلع على يمينها، على يمينها عدد بخيل ما بيعطيها. حكينا الأعداد 0 1 2 3 4 ما بيعطوا، 5 6 7 8 9 بيعطوا. الثلاث طبعا بخيلة ما بتعطي، إذا الصفر واللي على يسارها بضلهم زي ما هم، واللي على اليمين بدهم يصيروا أصفر. طيب بدي أقرب العدد 6842 إلى أقرب 100، بحدد منزلة المئات، آحاد عشرات مئات. الثمانية بتطلع على يمينها، على يمينها العدد أربعة، والأربعة بخيلة ما بتعطيها، إذا الثمانية بتضلها زي ما هي. الستة على اليسار بتنزل، والأعداد اللي على اليمين بدهم يصيروا أصفر. طيب أجد ناتج جمع كل مما يأتي. عندي 8012 زائد 6310. بدي أبلش أجمع من جهة اليمين، 2 زائد 0 2، 1 زائد 1 1، 0 زائد 3 3، 8 زائد 6 14. إذن الناتج 14312. طيب بدي أجمع خمس منازل مع أربع منازل، برتب الأحاد تحت الأحاد، العشرات تحت العشرات، وببلش أجمع من جهة اليمين، 3 زائد 0 3، 1 زائد 2 3، 6 زائد 8 14، 4 باليد 1، 1 و 1 2 و 4 6، 2 زائد 0 2، إذا الناتج 26433. أكتب جملة الضرب التي يمثلها كل نموذج مما يأتي. طبعا عندي هون كم صف؟ عندي صفين، إذا 2 ضرب كم عمود؟ 1 2 3 4 5، 2 ضرب 5 ويساوي 10. إذا كتبنا جملة ضرب تعبر عن هذا النموذج. هون نشوف عندنا كم صف؟ 1 2 3، إذا 3 صفوف. ضرب كم عمود؟ 1 2 3 4، 3 ضرب 4 ويساوي 12. إذا عبرنا عن ترتيب التفاح بعبارة ضرب ثلاث صفوف في أربع أعمدة. طيب أجد ناتج كل مما يأتي ذهنيا. عندي 9 ضرب 100، أي عدد بيضرب فيه من مضاعفات العشرة بنزل كل الأصفار. 9 ضرب 1 9، 5 ضرب 42، 5 ضرب 42، الخمسة اللي عدد لحاله بدي أخليه لحاله، ضرب 42 عبارة عن إيش؟ 2 زائد 40 ويساوي. بدي أوزع الضرب على الجمع، 5 ضرب 2 مرة أضربها بالاثنين، مرة أضربها بالأربعين. 5 ضرب 2 10، زائد 5 ضرب 40 بنزل الصفر، 5 ضرب 4 20 ويساوي 10 زائد 200 210. طيب بدي أضرب 6 ضرب 22 اللي هي 6 ضرب 22 عبارة عن 20 زائد 2 ويساوي. بدي أوزع الضرب على الجمع، بضرب 6 مرة باثنين، ومرة بضربها بالعشرين، مرة بالاثنين. 6 ضرب 20 بنزل الصفر، و6 ضرب 2 12 زائد 6 ضرب 2 12 وبجمعهم، أحد زائد أحد صفر زائد اثنين اثنين، اثنين زائد واحد ثلاث، والواحد بينزل، إذا الناتج 132. طيب بدي أضرب 4 ضرب 18، هاي الأربعة ضرب 18 عبارة عن إيش؟ 10 زائد 8. بدي أوزع الضرب على الجمع، مرة بضرب الأربعة ضرب 10، ومرة الأربعة ضرب 8. 4 ضرب 10 40، زائد 4 في 8 32 وبجمعهم، 0 زائد 2 2، 4 زائد 3 7. سؤال 11، كم دينار يوجد في 6 ورقات نقدية من فئة 50 دينار؟ بدي أضرب 50 ضرب 6 ويساوي، بنزل الأصفار في حالة الضرب، بنزل كل الأصفار وبضرب 5 في 6 30.
إذن كم دينار يوجد في 6 ورقات نقدية من فئة 50 دينار فيها 300 دينار؟